مساء الخير يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مصطفى عادل معاكم، استشاري عقاري من شركة نيو ستارت، والنهاردة احنا جايين نكلمكم عن احلى مشروع واحلى لوكيشن في الاكتوبر والشيخ زايد عامة، هو كومباوند ذا اكسس تابع لشركة روان. تابعوا معانا بقية الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. خلينا في البداية كده نتكلم مين شركة اوان. طبعا كلنا الفترة اللي فاتت دي كنا بنسمع فيديوهات لينا في التجمع وفي القاهرة الجديدة وفي العاصمة الإدارية، بس احنا الفترة اللي جاية دي هنركز في حتة المشاريع اللي موجودة في اكتوبر والشيخ زايد. خلينا نتكلم عن سي في الشركة. الشركة دي موجودة في الماركت بقالها من سنة 2005، ليها 7 أعمال قوية، عملوا أزيد من 7 مشاريع في أكتوبر والشيخ زايد، وفي أوريدي مشاريع مسلمينها دلوقتي. نيجي نتكلم هم عملوا إيه في أكتوبر. عملوا كومباوند جبال، عملوا كومباوند اسمه جدار، وكومباوند ذا أكسس ده اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة، وعملوا في الشيخ زايد كمان كومباوند اسمه جيرة، وكومباوند اسمه جوار، وعملوا كومباوند اسمه ألما وأتري. دول كومباوند اوريدي ساكنين وعايشين بكواليتي محترم جدا جدا جدا، وبدأوا يتوسعوا شوية في حتة الحاجات الساحلية، وخدوا قطعة أرض في مدينة الجلالة على جبل الجلالة نفسه، ومشروع اسمه مجادة. فاحنا بنتكلم عن سي في شركة قوي جدا 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 في الماركت، سواء في ناحية أكتوبر وزايد أو في الناحية الساحلية دلوقتي قرية مجادة. ده بالنسبه للسي في الشركه. نيجي نتكلم بقى عن اللوكيشن. احنا في اللوكيشن مميز قوي ليه؟ لان احنا دايركت على المحور، ولينا تقاطع تاني مع طريق الصحراوي في دخله نيو جيزه جديده. تمام. طب ميزه اللوكيشن هنا في ايه؟ ان انا قريب من كل حاجه. اولا ان احنا قريبين من زايد، ما بيننا وما بين زايد بنتكلم في حوالي 8 دقايق بالظبط، ما بيننا وما بين هايبر بنتكلم في حوالي 10 دقايق، ما بيننا وما بين 6 اكتوبر قلب 6 اكتوبر بنتكلم في ربع ساعه، ما بيننا وما بين الزمالك بنتكلم في حوالي تلت ساعه. فاحنا في لوكيشن مميز. ميزه اللوكيشن ده ايه برضو؟ ان احنا سنتر ما بين الحياه الجديده اللي احنا بنتجه ليها دلوقتي، ما بين 6 اكتوبر والشيخ زايد، وما بين لو احنا عايزين نروح التجمعات من الدائري الاوسطي، فاحنا قريبين برضو من الدائري الاوسطي. فدي ميزة اللوكيشن. طيب التصميم عندي المشروع كله هو عبارة عن 51 فدان، مبني بس بنسبة 20%، ده حرفيا من احلى الماستر بلان اللي موجودة، والباقي بيبقى خدمات ولاندسكيب. احنا بنتكلم كمان البيلدينج عندي بيبقى جي بلس 3، الارضي مع الجاردن، الاول والتاني دور ادوار تيبيكال، بيبقى معاهم التراس، والتالت بيبقى معاه الروف. ده بالنسبة لتصميم المشروع. برضو هنتكلم في حتة الخدمات كمان اللي بيقدموها للكلاينت. هم فعلا يعني لو نزلنا شفنا على ارض الواقع المشاريع اللي هم مسلمينها، لا الموضوع مختلف تماما. هم بيسلموا كواليتي محترم، بيسلموا الديزاين محترم، يمكن بيوروا للعميل قبل ما بيسلموا البروشور، وبيسلموا الحاجات اللي بيسلموها يمكن احسن من البروشور كمان. تمام. طيب هنيجي نتكلم عن الخدمات اللي موجودة. احنا عندنا منطقة ستريب مول، دي هيبقى فيها المطاعم والكافيهات. عندنا كلاب هاوس متوزع على المشروع برضو، 2 كلاب هاوس. كلاب هاوس ده هيبقى فيه الجيم وسبا وجاكوزي، في حمامات سباحة متوزعة، في لاندسكيب متوزع كويس، بحيث ان العميل بيبقى قاعد في التراس ولا قاعد في الجاردن بتاعه يبقى شايف مساحات خضرة كتير. عندنا اوتر فيتشرز متوزع برضو على المشروع كله. عندنا كمان كيدز اريا للاطفال. برضو الميزة كمان ان احنا قريبين زي ما قلنا من كل حاجة. فانا النهاردة لو هودي لو انا عميل بشتري وهودي مثلا اولادي المدرسة، لا هو فعلا قريب من كل حاجة. جميل. فكل الخدمات اللي احنا محتاجينها هنلاقيها جوه الكومباوند. انا كنت معاكم النهاردة مصطفى عادل من شركة نيو ستارت للتسويق العقاري، وما تنسوش تكلمونا على الارقام اللي هتظهر على الشاشة، ولو حابين تنزلوا معانا تتفرجوا على المشاريع اللي سلمتها شركة اوان، احنا ما هنبقى معاكم لحظة بلحظة، وممكن ننزل السايت مفيش اي مشكلة بالنسبة لنا. واستنونا في فيديوهات جديدة بالنسبة للاكتوبر والشيخ زايد.